تقول البندقية ويقول التاريخ بأن قبيلة مراد قادرة على دفن الإمامة، وتلك أطلال معركة ما تركت فيها بنادق مراد للحوثيين وجها لمنهزم ولا طريقا ينجيهم من العطب، بل إن الحوثيين ذاقوا من تلك البنادق طعم الحرب والحرب. بعدهم ماذا قول؟ فقد تسلل الحوثيون محاولين التمركز في الشعاب والوديان بين منطقة كانية وبلاد مراد، لكن مراد سلت صوارمها فأشرق الجو وانشقت لها الحجب. أقول لك والله إن جماجمهم إنها مدعوسة. اللي عملتها في المعركة أقاتلهم بمعدلاتي وبمدافعي وبرشاشاتي وبعاليي. لازلنا مقاتلينهم وسوف نقاتلهم لحتى نهايته. حين تنقلنا بين مواقع الأبطال رأينا الكثير من الأسلحة التي انتزعت عنوة من الحوثيين، إما من القتلى أو من الأسرى أو ممن سلموا دون قتال. وأسروا وعدد من البنادق وعلامة بنادقهم عيار 21. والقبيلة الضاربة جذورها في أعماق التاريخ تدرك خطر الميليشيا الحوثية، ولهذا خرج رجالها إلى الحرب خفافا وثقالا، ليس حماية للديار فحسب بل لدفن المشروع الحوثي وتحقيق انتصار لكل اليمنيين. الحمد لله المعنويات مرتفعة إلى السماء، ولابد من هزيمته من بلاد مراد وغيرها. عبدالله البوري، سهيل.